من أجل رفع الكفاءة أكثر لدى المعلمين والمفتشين، أقيمت بمدينة غدامس دورة تدريبية حملت عنوان التعلم عن بعد للفصول الافتراضية. الدورة التي اختتمت أمس واستهدفت 26 معلمة ومفتشة تواصلت على مدار 14 يوماً. هذه الدورة التي أقيمت من قبل مكتب التدريب وتطوير تعليم غدامس تمشيا مع البرنامج العام للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم في مجابهة جائحة كورونا بهذه النشاطات التي تعتمد على التعليم عن بعد، وصولا إلى الحصول طلابنا وتلاميذنا في المدارس على حقهم في التعليم في بيئة مناسبة وبيئة آمنة. نشكر كل من المتدربات أو كل المتدربات على جهودهم اللي بذلوها، على صبرهم معنا في الدورة التدريبية اللي تمت بنجاح بجهودهم وبمثابرتهم والجهد اللي داروه لكل مجتهد نصيب. محاور كثيرة تخللتها هذه الدورة حسب القائمين عليها. احتوت في محاورها الكثير من التطبيقات عن التعلم عن بعد في الزوم والكنتازيا والباوربوينت والسبورة الذكية. احتفالية الختام تخللها عدد من الكلمات إلى جانب بعض من العروض التقديمية للمتدربات وتوزيع شهادات تقديرية للمتدربات والمدربات على ما بذلوه من جهد لأجل إنجاح هذا البرنامج التعليمي الكبير.